كل ما لدي في هذا اليوم. يتواصلون الزملاء بالوصف والتعليق. حمدان الجحافي وكل الشكر لطاقم تعليق سباقات الهجن في الوثبة، سالم بن علي الحبسي وعايش بن فهيد الشمري وعبد الله الوهيبي وراشد الزرعي وهادي القويعاني البلوي. ونرحب براعي شاهين وسالم بن علي الحبسي لا ننسى كذلك، وعبد الله عثمان العمدة وكافة الزملاء. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للزميل نايف بن سعود البلوي، اسعد الله مساكم جميعا بكل خير. نحييكم اجمل واطيب تحيه من ارضيه عاصمه الميادين ميدان الوثبه في مساء سن الاذاعه، ينطلق بحفظ من الله ورعايته شوطنا الاول للقعدان، شوط الرمز بالاضافه الى 200 الف درهم بالانتظار للفائز بالمركز الاول في انطلاقة مهرجان اكسبو 2020. نذهب مباشرة لنتعرف على المقدمة والصدارة، لنجد مع البداية هلولة من حاش سيف بن راشد بن محمد بن ملاح المنصوري، من يتقدم الجميع ويعلن حضوره بهذا المسار مع القيادة والصدارة. ثاني المراكز من ينطلق المهيب سهيل بالعرق بن حمد بن رميله العامري، من يقدم لنا المهيب محتلا مع المركز الثاني في شوط رمز اكسبو 2020. المركز الثالث انطلاقه مباشره من شاهين، فالح بن ياسر بن فالح الشامسي، من يقدم لنا شاهين محتلا مع المرتبة الثالثة في مسار وانطلاق هذا الشوط. وصول وقدوم من بدار لرايد بن حمود بن صلاح بن غنيم المرواني، يتقدم مباشرة ويحتل المركز الرابع. خامس المراكز اللي في المركز الخامس الواصل طرماح حمد بن علي بن محمد المزروعي، من يقدم لنا هذا الاسم ويحتل المركز الخامس. المركز السادس وصول من كومنت سهيل بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري، وصل ابو حمد يتقدم بهذا الشعار اللي صال وقال بالانجاز وبالنواميس وبالذهب والكؤوس. القدوم والوصول والتقدم الممتاز من ملبي تهميما بن مطر بن عنوده العامري، من يقدم لنا ملبي. القادم احلى وصل المجد حمد بن سيف بن حميد الشامسي. اما اللي في المركز العاشر وينطلق شاهين راشد بن طالب بن متعب بن شريم المري. هكذا النتيجة، هكذا النداء الأول، الشوط الأول، الشوط الأول غير شوط الرمز بالإضافة إلى 200 ألف درهم بالانتظار للفائز بالمركز الأول. لنا عودة إلى البداية، لنا عودة إلى مقدمة الشوط، إلى سكان المقدمة، من يسيطر مع المقدمة والصدارة هلولة من حاش وهو من حاش مع الصدارة. يتقدم الجميع، ينطلق بهذا المسار، ينطلق بهذا الشعار في مقدمة الشوط. سيف بن راشد بن محمد بن ملاح المنصوري، باحث المنصوري عن الانتصار، وليس بمستغرب لهذا الشعار مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. المركز الثاني المهيب مع المركز الثاني سهيل بالعري بن حمد بن رميله العامري، من يتقدم مباشرة ويحتل المركز الثاني. أهل مصانع الجنوب قادمين للمشاركة في شوط رمز اكسبو 2020. المركز الثالث من اللي وصل، من اللي تقدم في هذه اللحظات، يأتي مباشرة ويتقدم شاهين. وصلكم شاهين، تعود الملكية لفالح بن ياسر بن فالح الشامسي. القادم مجد حمد بن سيف بن حميد الشامسي. الوصول والقدوم من بدار رايد بن حمود بن صلاح بن غنيم المرواني، يتقدم مباشرة. الكل بدأ يتقدم، الكل بدأ ينطلق من أجل الفوز، من أجل نيل شرف الرمز، شرف الذهب في هذا المساء. هناك بن عويضان يقدم لنا كومنت سهيل بن محمد بن سهيل بن عويضان، ولكن القادم احلى. وصل الظبي سالم بن علي بن حمد بن مضحي العامري، اول اذاعه لهذا الاسم. القدوم والوصول هنا مشاهدينا الكرام، من يتقدم ملبي تهميمه بن مطر بن عنوده العامري، اسامي تقدمت، شعارات انضمت من تزين ارضيه هذا الميدان، عاصمه الملايين، عاصمه الميادين بهذا الانطلاق ميدان الوثبة. هكذا النتيجة، لنا عودة، لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى منحاش، منحاش مع المقدمة، منحاش مع الصدارة، مسيطر مع البداية. تعود الملكية لسيف بن راشد بن محمد بن ملاح المنصوري. يتقدم الجميع، ما تبقى إلا القليل. الكل و
ورس الكيلو عن الرمز عن الذهب عن 200,000 درهم هنا بالفائز بالمركز الأول. ولع الشوط ولع سن المتعة والإبداع سن الإذاع اللي غير اللي انطلق المهيب المهيب بدأ يشكل من مرباعة ويغير من مرباعة وينطلق مثل السهم عندما شاف المقصورة الرئيسية عندما شاف 1200 متر سهيل بالعري بن حمد برميلة العامري مصانع الجنوب عودهم بالعري عودهم برميلة أهل مصانع الجنوب بهذا الشعار ينطلقون إلى الناموس يتقدمون إلى رمز أكسبو 2020 مقدمة الشوط المهيب المهيب مع مقدمة الشوط غادرناها الكيلومتر الأخير الذي يفصلنا عن الذهب ولكن اللي قادم اللي واصل اللي تقدم في هذه اللحظات يوصلون أرى الوصول في هذه اللحظات ينطلق الظبي سالم بن علي بن حمد بن مضحيه العامري وهناك من الجانب الآخر بدأ يتقدم في هذه اللحظات وحيشان حمد بن محمد بن بيشان العقمي القادم الواصل هنا مجد حمد بن سيف بن حميد الشامسي ولع الشوط ولع مرموق تعود الملكية خليل بن راشد بن علي الشامسي هنا نخبة من القعدان نخبة من الأبطال نخبة من النجوم الساطعة على أرضية هذا الميدان القادم الواصل في هذه اللحظات كيفان وصل كيفان راعي ريمة راعي ريمة حذاري من راعي ريمة يبي السلام لأهل سويحان عبد الله بن سعيد بن عبد الله الظاهري ما يبنى لطاري ولكن أهالي المملكة أهالي المملكة بن بيشان العقمي يتقدم الجميع ينطلق إلى الرمز ينطلق إلى الفوز وحيشان ولكن اللي قادم اللي واصل هناك مشاهدين الكرام ينطلق اللي هو شاهين بن شريم بن شريم أعلن حضوره المري أعلن حضوره المري هنا راشد بن طالب بن متعب بن شريم المري يقدم شاهين 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 بن شريم مع الرمز مع الفوز مع الناموس مع الإبداع مع الانتصار بن بيشان بن شريم بن شريم بن شريم بن شريم بن شريم بن شريم تهانينا والناموس لك يا مالك شاهين راشد بن طالب بن متعب بن شريم المري من قدم لنا شاهين لحظة الفوز والناموس المركز ثاني هو حيشان تعود الملكية من قدم لنا حيشان حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العقمي المركز الثالث مرموق خليل بن راشد بن علي الشامسي المركز الرابع وصل مشاهدينا الكرام الظبي سالم بن علي بن حمد بن مضحي العامري أما المركز الخامس هناك الدخول الجماعي نترك الإخوان لهم دور في مثل هذه المواقف نذهب مباشرة إلى التوقيت الزمني وأثناء وصوله إلى خط النهاية معلن فوز وإبداع وانتصار شاهين مهدي مالك راشد بن طالب بن متعب بن شريم المري ها هي لحظة الإعادة وبالإعادة إفادة لنرى بالتوقيت الزمني في شوط رمز إكسبو 2020 مع القعدان تهانينا والناموس لمالك راشد بن طالب بن متعب بن شريم المري قاطع المسافة في زمن وقدره 9 دقائق 4 ثواني 5 من الأجزاء تهانينا والناموس لمالك شاهين راشد بن طالب بن متعب بن شريم المري وحيشان قدم عرض يشكر عليه ويشكر بن بيشان حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العقمي مع المركز الثاني 9 دقائق 4 ثواني 7 من الأجزاء تهانينا والناموس المركز الثالث نشوف اللي في المركز الثالث هناك مشاهدين الكرام مرموق خليل بن راشد بن علي الشامسي قطع المسافة في زمن وقدره 9 دقائق 4 ثواني 9 من الأجزاء تهانينا والناموس المركز الرابع نشوف اللي في المركز الرابع من أتى الظبي سالم بن علي بن حمد بن مضحية العامري قطع المسافة في زمن وقدره 9 دقائق 5 ثواني وفأنوا تماما نتأكد من المركز الخامس لناتي لحضراتكم مشاهدين الكرام